مشاهدينا رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج ضحاوي. فعلا أماني أغنية جميلة، الصدق صفة جدا جميلة، ونتمنى نكون يعني دائما عندنا الصدق فيما نعمل وفيما نقول. يعني أيضا ودي أقول لك أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا إيش رأيك يا أماني؟ فعلا زينة الحياة والدنيا. يقال إذا كنت تطمح لتصبح غنيا لازم تفكر نفس الأغنياء. موضوع الثراء ما له علاقة بالمال بقدر ما له علاقة بطريقة التفكير. الأشخاص العاديين دائما يعتقدون بأن لازم تسوي شيء معين عشان تصير غني، أما الأغنياء يعتقدون بأن لازم تكون شيء أو يعني يوصفونك بشيء كبير عشان تحصل على الثروة. يعني شوف يا أماني، اليوم أنا ماسكة كتاب الضيفة، واليوم في حلقتنا راح نتعلم ونوضح بعض الأمور اللي راح تقودنا لطريقة الثراء مع صاحبة هذا الكتاب، كيف تصبح ثريا في 40 يوم مع مدربة التنمية البشرية الأستاذة مريم الدخيل. نرحب فيك وحياك الله معنا في برنامج ضحاوي. يا هلا فيك، الله يحييك يا رب، شكرا لكم وممتنة صراحة على البداية الجميلة، شكرا لكم. حبيبتي يعني طبعا 40 يوم تصير غني صراحة، يعني شوقتيني الحين أخذ الكتاب وأروح أقرأ. ما شفتي كمية الضغط اللي كانت على موضوع 40 يوم تحديدا، بس هي ماكو شيء يعني ما له حكمة في الحياة. أنا أعتقد كل شيء له حكمة، حتى الأرقام لها حكمة. السبب اللي خلاني أستخدم 40 يوم أن الإنسان حتى يعمل شفت كامل في حياته، حتى يعمل تغيير كامل من ناحية الأفكار والمشاعر، يتطلب منه هذا الشيء على الأقل 40 يوم. البرمجة هي أكثر منها برمجة، هي تهيئة قبل ما تكون برمجة. أخذت مثال على هالشيء أنه تقريبا لما بحثت في قصص الأنبياء لقيت أن أغلب الأنبياء قبل ما تنزل عليهم الرسالة كانوا يتأملون 40 يوم، ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ف40 يوم كان له حكمة، كان فيه له شيء، لأن هذا الرقم فيه تهيئة كبيرة للإنسان، بعدها يحس الإنسان أنه ممكن يبدأ نقلة جديدة. عشان كذي صنفت أو استخدمت رقم 40 في أني أنا أغير فكر الإنسان اتجاه المال خلال هذه المدة. نعم. بعدها تبتدي بإذن الله النتائج تظهر للناس. نعم، يعني ونحن دائما نقول مثل ما هو متعارف عليه أنه يعني العمر 40 يبدأ الإنسان خلاص يركز، وفعلا يمكن قيمة رقم 40 لها قيمة كثيرة من ناحية التفكير والنضج. أنت ربطتيها بالعمر؟ لا يعني هو الأربعين الرقم، حتى تقول العمر لا تأثير. لا حبيت شلون حتى رقم 40 كعمر، يعني هذه من الأشياء اللي أنا كنت حاطتها ترى ضمنية، ما كان أغلب الناس ما كانت فاهمينها، بس هي فعلا لها علاقة حتى بالعمر، لأن حتى يقال في العلماء أن اللاوعي للإنسان ينضج بشكل كامل بعد 40. نعم. يبتدي الإنسان يعطي أكثر ويكون عنده باور أكثر، مع العلم أن احنا ترى مبرمجين على أن أنت بالأربعين خلاص تتقاعد أو تجهز نفسك لأنك أنت كبرت، وهذا الاعتقاد طبعا خاطئ طبعا. بس ما راح انطر لي يصير عمري 40 عشان اصير غنيه. اكيد 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 من اليوم. يعني شوفي الحين الكتاب حاطينه زين على الهواء للمشاهدين، كيف تصبح ثريا في 40 يوما. استاذه مريم صرتي ثريه؟ عندك مليونين؟ السؤال هذا وايد انسالته، ولاحظي ان ترى سؤالك احلى الثاني مال المليونين، لان اكتشفت ان وايد الناس عندهم نظريه المليون هي الثراء، مع العلم ان ترى الثراء ما يقاس اصلا بالمبالغ اللي تملكينها. يعني خليني اقول لك يمكن تمرين بسيط كنت اعطيه حق الناس وسويته لهم على سناب شات انه لايف، شوفوا شلون الانسان ممكن يصير ثري. حلو. من الاشياء اللي تخليك تحسين بالثراء وتستشعرينه لما تيجي اشياء مجانيه، لما تيجي هديه حتى وان كانت شيء بسيط، لان هذه تهيئه لك نفسيه بانك انت انسانه ثريه. يعني ترى نادر ما يدفع. هل يعني من كلامك ان الانسان يكون ثري في مشاعره في الحصول على بعض الامور؟ اول شيء فكره. قبل ما يكون ثري في مشاعره يكون ثري في فكره، بعد ما يكون ثري في فكره تلقائيا بيصير عنده ثراء في مشاعره. نعم. وبالتالي من الطبيعي انه هو يدخل مرحله الثراء. اما مساله المليون فهذه من الاشياء اللي كنت استغرب منها، وايد ناس اصلا بالغلط قروا عنوان الكتاب اني قاعد اقول كيف اصبح مليونير في 40 يوم، فكنت اقول انا من اللي جاب المليون؟ انت تدري استاذه مريم انا الكتاب شايفته مره بمكتبه اوكي معروض، فلما شفتها قعدت اطالع الكفر الغلاف وقاعد اطالع، قلت ودي التقي في هالانسانه بشوف عندها مليونين. اغلب الناس عندهم فعلا هالفكره. وجهه نظري ان الثراء ما له معنى واضح للكل،
مو كلنا نبي مليون، ترى في ناس يمكن لو تقولها 100,000 راح تقولك انا سعيده بال 100,000، ومن ال 100,000 ممكن يحقق مليون. فعلا صحيح. فالثراء احنا اصلا مو واحد، لو اسالك شنو الثراء بالنسبه لك راح اكتشف انه مثلا ممكن يكون عندك البيت هو ثراء، انه يكون عندك بيت ملك لك، ممكن امان يكون عندها ثراء انه تكون عندها طياره خاصه، ممكن امان يكون عندها حلم انه يكون عندها يخت وبيت برا. ممكن انا اتكلم انه قيمه الثراء نفسها مختلفه من انسان للثاني. فبالنسبه حقيقيه مريم نعم اعتبر ثرية اذا كنت املك كل يعني هي خيارات. نعم خيارات، لكن هي طريق حق شيء ثاني. دائما الدينار ترى يبلش الانسان بدينار ممكن يصير مليونير. صح. خليني اقول لك يعني قصه صارت من الصحابه، يعني مو قصه خياليه ولا قصه على التطور اللي احنا فيه الحين. كان الصحابي عبد الرحمن بن عوف، احنا ندري انه هو كان من الاثرياء، لما انتقلوا بالهجره من مكه الى المدينه كان مفلس، يعني هو هاجر بدون ولا شيء، ما اخذ معاه ولا شيء من املاكه. فالكل كان مستغرب انه شلون بيرجع ثري مره ثانيه، خلاص هو افلس. لان ثراء فكري قبل ما يكون ثراء بفلوسه، هو ما كان عنده مشكله، هو كان شايف انه ودوني اي مكان وانا راح اقدر اصير ثري. فكان يقول حق اصحابه، يقول لهم دلوني السوق. شوفي لحظه شلون الفكره، دلوني السوق، يعني ما قال سلفوني، ما قال انا عندي فلوس ترى معك سلفوني وردها، على طول دلوني السوق. نعم. فكان يقول لهم انا لو امسك الحجر واشيله يصير ذهب. نعم. فيعني هذه ترى فكر قوي. نعم. انه هو واثق من نفسه بهالطريقه، معناته هو قادر يصنع الثراء في اي مكان في العالم. نعم. يعني استاذ مريم، يعني هل القلق من الفقر، القلق من عدم الحصول على شيء، هذا ممكن يخلي الإنسان من داخل يفقد أشياء كثيرة وما يحصل على الشيء اللي هو يبيه؟ يعني هل الرضا والقناعة وأني أكون مرتاحة وأن إن حصل هالشيء حصلته ما حصلته ما عندي مشكلة؟ الكلام قاعد تقولينه هذا 100%، وما تخيلين شنو عمقه في الثراء. يعني إحنا اليوم الناس إما في الماضي سلبية. عدل شلون؟ يعني هي سلبية، السلبية في التفكير بحد ذاتها راح تحدج من وايد أمور. مو بس إنها سلبية، أنت الحين كإنسانة عندك ماضي وعندك مستقبل وعندك حاضر. أغلب الناس يا موجودين في الحاضر، يا موجودين في الماضي، يا موجودين في المستقبل. يا تلقينه يفكر إنه قبل كان عندي كذي وما ضبط وياي وحسافة، يتحسف على الماضي. يا تلقين، أو طبعًا هذا يحزن، يكون في مشاعر حزن. أما تلاقينه بالمستقبل قلق، متى يصير عندي فلوس؟ متى يلا أنا ما أشوف نتائج، يستعجل الأمور، ما يكون مرتاح في حياته، عنده قلق. القلق هذه مشاعر المستقبل مو مشاعر الحاضر. نعم. الإنسان اللي تقولين عنه إنه هو متزن، عايش حياته، أنا الحين مرتاحة، الحين عندي سيارة، عندي بيت، أروح وأي، معناته أنا الحين مرتاحة. إذا استشعرتي مشاعر الحاضر الحين راح يصير وايد سهل نستجيبين ترى. نعم. إحنا في شيء نسميه في المشاعر مقاومة، لما أنت تكونين خايفة إنك ما تحققين ترى، أو لما تكونين أنت يعني مستعيلة ومو عاجبتك النتائج، القلق بشكل كامل راح يطلعك من دائرة أنك تكونين في الثراء، راح يدخلك دائرة ثانية مختلفة تماماً، دائرة احنا نسميها دائرة مقاومة، يعني بدال ما تجيبين الثراء اتجاهك أنت ايش قاعدة تسوين؟ ترى قاعدة تدزينه للخارج. السالفة أن احنا عايشين في مجتمع يحب الثراء ويفكر بالثراء ويفكر بالرفاهية. صحيح. فسهل عليك وسهل علينا نستقبل كلامك اليوم ونطبقه بهاللحظة، لكن ممكن مجرد ما أطلع من الاستوديو اليوم أشوف مغريات في العالم أتمنى أنها تكون عندي. عاد لما أنا أتمناها، طريقتي لما أتمناها قد تكون خاطئة من أحد لأحد. فهني بسألك عن الحظ، هل له دور بخطواتك هني؟ 100%. 100%؟ لازم يكون عندي حظ؟ اي، وأنا عندي قناعة كاملة أن الحظ يصنع. ما ينوجد الحظ. شلون؟ الإنسان يصنع حظه. لما تكونين انت كانسان الحين مثلا تطلعين في تلفزيون الكويت، اكيد انت اشتغلتي على نفسك عشان تطلعين في هالمكان، معناته الحظ باختصار في وحده غيرك يمكن قاعده في البيت تتمنى انها تكون على الشاشه تعمل كمذيعه، شنو الفرق بينها وبينك؟ في فرق. الحظ دائما دائما نتيجه للانسان المستعد. اذا انت انسانه مستعده، يمكن انت تدربتي، تعلمتي، اهتميتي حتى في شكلك الخارجي، دخلتي بواي تفاصيل عشان تكونين جاهزه، وفوق هذا انت بادرتي، يمكن انت تكونين قدمتي على عمل كمذيعه، يمكن انت سويتي اشياء، اخذتي دورات انك انت تكونين مؤهله انك تطلعين على تلفزيون الكويت، فانت سويتي خطواتك، الاستعداد هذا هو الحظ. نعم. استاذه مريم، يمكن البعض يحاول انه مثلا يصرف صرف هو او يشتري بعض المشتريات فوق طاقته، يعني انا ميزانيتي مثلا المبلغ الفلاني، انا قاعده اروح اشتري جنطه ماركه
يعني والله نعرفهم يعني تحط مثلا راتبها مثلا 1000 تروح تشتري جنطه ب 800 وانت كم 800 براتبك اساسا يعني صح. فهذا لا علاقه بين الانسان صعب انه يحقق الثراء في هذا الموضوع. خليني اقول لك شغله، انا لما اللي خلاني اتوجه اني اطلع كتاب في موضوع الثراء اني قريت وايد كتب عن الثراء، ولما كنت اقراهم كان يضيق خلقي. كنت باحثه بالضبط، لان احنا يعني خلينا نكون واقعيين امان، احنا في الكويت نحب نلبس، نحب نشتري ماركات، صحيح. نحب ندلع نفسنا، فانا لما اقرا كتاب يقول لي ان تقشفي وروحي لا تشربين ستاربكس، روحي مثلا سوي قهوتك في البيت، انا ما يمشي عندي هالكلام. الشباب يعني عندنا مثلا مهووسين بالسيارات، عندك الساعات، السيارات، الجياب، عندنا وايد اشياء، وخلينا نكون واقعيين احنا نحب هالاشياء. احنا عندنا كشعب اساسا الكويت قيمة الرفاهية، خلينا نقول الخليج بشكل عام، قيمة الرفاهية عندنا هذه مهمة، نبي نترفع. نقدر نحقق هذا الأمر؟ بالضبط. نحقق هذا الأمر ولا نقنعهم أن البالانس؟ لا نحقق، احنا نبي نحقق. حبيت. نقدر نحققه، لكن العملية تحتاج فقط تنظيم، أنا هذا الشيء اللي وصلت له، أن الموضوع أنه مو حرمان. أنا وايد يهمني أنك ما يكون عندك مشاعر حرمان لما تشوفين واحدة لابسة مثلا لبس ماركة وأنت يضيق خلقك. زين مشاعر الحرمان مو أنا أتحكم فيها، يعني إذا كنت أنا إنسانة قنوعة. أنا إنسانة قنوعة. أنت قاعد تكلمين الحين كفكر. أي. عشان أقدر يعني أسيطر على المشاعر. هل إحنا نغير فكر الشخص علشان يعني يحقق هذا الثراء من خلال اقتناعه ببعض الأفكار؟ يعني أنا لما أقتنع أن مثلا بدل ما يكون عندي 10 جناط ماركة، أوكي، أكتفي بجنطة واحدة. أنا لما أقنعك أن الادخار مو حرمان، مو معناته أنك ما تشربين ولا تلبسين ولا شيء، الادخار معناته فقط تنظيم وإدارة مال. نعم. إذا أنت اقتنعتي بهالفكرة راح تقدرين أنك أنت تلبسين ماركات وبنفس الوقت راح تقدرين تحققين ثراء. الموضوع ترى إدارة مال، يعني شنو؟ يعني أنا أبي منك بس إذا راتبك 1000 نفس ما قلتي عن البنت اللي مساء مثلا، فلنفرض أن راتبها 1000 اللي تبي الجنطة ب 800، أنا راح أقول لها أنت راح تشترينها، ما راح أقول لها أنت ما راح تشترينها، بالعكس أصلا لما تقول لها ما تشترينها راح يضيق خلقها وما راح تدخر، ترى راح تروح تشتريها، فأنا راح أقول لها أنت راح تشترينها، بس بدل ما نشتريها هالشهر راح نشتريها بعد 3 أشهر. في مجال نحن نشتريها بعد 3 أشهر، عندنا إمكانية. بس نبي صبر. بالضبط، وهذا هو الصبر، أنه فعلا الإنسان يقدر يضبط أموره ويصبر عليها، لأن أنت متعودة مثلا أنك تصرفين كل المبلغ اللي موجود. أنا الحين بقول لك خشيلي منهم 100 بس، خشيلي منها 100 هذه ادخار، خشيلي إذا أنت مشتهية جنطة ولا شيء، أنا معطيتك مبلغ كبير، خففي من مصاريفك الباجية وخلينا نخش 200 كل شهر، احنا خلال 4 أشهر نشتري جنطة 200. ايه الأمية اللي انا اقصدها ما اقصدها للجناط، لانه لازم يكون في أمية ثانيه سيفينج بالضبط. نعم. اللي هي مالت مشروع بعدين يفيدك، وممكن المشروع اللي من الأمية هذه باكر هو يشتري كل الجناط. يعني شوفي احيانا استاذه مريم، ان انسان ممكن يكون عنده مبلغ كبير ولكن هو ما عنده ثراء داخلي، فبالتالي شنو يصير؟ تروح الفلوس. خليني اقول لك لا بس خليني اقول لها، شفتي هذا الشيء؟ يعني لما انت يكون عندك مبلغ كبير من المال، ها، لكن انت من داخل ما عندك ثراء، راح تروح الفلوس. تبين اكد لك على كلامي؟ خلينا نشوف المشهد هذا بالضبط. وكلها ان شاء الله دقائق المبلغ يكون عندكم. عن اذنكم. اي اذنك معك. اذنك معك. نسيت الفلوس اصلا. جزاك الله خير، عسى عمرك طويل ما قصرت، الله يسهلها عليك وين ما تروح وين ما تدور وجهك، الله يفرجها عليك يا ولد الحلال مثل ما فرجتها علينا، جزاك الله الف خير.
يعني شفتي استاذه مريم، شفنا المشهد ما عندهم فكر الثراء، اوكي، فراحت الفلوس نهائيا ما عندهم فكره. بس انا حبيت شلون حبيتي. وايد استانست صدقين، يعني هي اساسا لها ذكريات حلوه، زائد انها فعلا مثال يعني ممتاز حق هالشغله. احنا شفنا وايد ناس لما يربحون مثلا يا نصيب يجيهم، مثلا الحين حتى عندكم في كذا برنامج في كذا قناه اللي يربح المليون وتلاقي اسمه يطلع. في دراسه تقول ان هذيل الناس اللي ما يملكون فكر ثري اقصى مده يكون عندهم فيها فلوس سنتين. يعني سنتين. سنتين هذه اعلى مده. يعني تقصدين انه ممكن لو فاز في مبلغ كبير من المال راح يفسفسهم ويبددهم. انا عندي قناعه مزيد من المال حق انسان لا يملك فكر ثري هذا يعتبر مزيد من المشاكل. نعم، لانه هو كل ما زادت فلوسه كل ما زاد خوفه وعدم تصرفه في المال. ونحتاج فكر. نعم. اي في قصص وايد حتى صارت ناس فازت في نصيب. لان امانه في فرق ان انت تكونين انت كونتي فكر ثري وبعدين صرتي ثريه، ولا انت ورثتي. هذه النقطه جدا مهمه. اي يعني في ناس ترى ورثوا. انزين اللي ورثوا؟ اللي ورثوا يونج حاله من اثنين، لاحظيهم ترى دائما لما يكون ابو يملك وايد فلوس وبعدين توفى هذا الابو يورثون الابناء. في بعض من الابناء نلاحظهم يصيرون اثرياء نفس ابوهم، في بعض الابناء ترى ما يصيرون اثرياء. نعم. فهذا الموضوع يختلف في تعلم الابناء من ابوهم. اغلب الاثرياء ترى على فكره يتصرفون وعندهم سلوكيات ثراء، بس ترى لو تين تسالين يقول كان ما ادري شلون صرت ثري، ما عنده هو مو شغله انه يلاحظ نفسه شنو سوى بالضبط. نعم. الابناء تلاحظينهم اذا هو متاثر في ابوه ويحس ان ابوه نموذج له في الحياه يحبه، راح تلاحظين انه غالبا ترى ياخذ الفكر الثري بالابو، يمشي على خطواته حتى لو ما كان فاهمها. اما بقيه الابناء اللي حاس بالحرمان، ابوي ما اعطانا، ابوي كان مثلا ماسك علينا، ما ادري شنو، يعني اذا ما كان ابوه نموذج جيد كاب بالنسبه له، تلاحظين انه اذا ما عنده فكر ثري شو يسوي؟ ترى مدة قصيرة عادي يفلس. نعم. عاد تسمعين ان فلان كان ابوه غني الحين صار هو انسان عادي. استاذة مريم خلينا نتكلم عن الفقير اللي صار غني. يعني في فكر ابي اعرف منك مصداقية هذا الامر او هذا الكلام. يعني قلت الفنان جيم كيري كان فقير ومعدم وحرر شيك وهمي وكتب فيه مبلغ معين. هذا المبلغ بعد كم سنة يا له نفس الشيك، بس هالمرة شيك صجي. هل فعلا الانسان يعني، وقالوا هذا موضوع قانون الجذب، هل فعلا يعني التنبؤ بشيء بمشاعري وفكري ممكن احققه في المستقبل؟ قولي ايه؟ 100%. قولي ايه؟ صدق؟ 100%. يلا سوي تشيك. ترى من الاشياء اللي كنت اسويها فعلا، انا كان عندي لوحه اهداف، ترى هذا مذكور في كتابي. لوحه اهداف. يمكن اللي يميز كتابي عن بقيه الكتب ان اغلبيتهم يعني اللي ركزوا على الفكر بس الفكر، اللي ركزوا على المشاعر بس المشاعر. بالنسبه لي انا خليتها ثلاث اقسام، كان في جزء فكر وجزء مشاعر، وجزء منه كان يتكلم عن الطاقه وشلون الانسان يقدر يطوع هذه الطاقه لصالحه في المجال المالي. اللوحه موجوده داخل الكتاب؟ اي موجود في صوره حق اللوحه، وشلون تصنع لك لوحه اهداف من ضمنها انك تحط لك هدف مالي، واللي سواه جيم كاري 100% صح. لانه خلينا نقول لك شغله، احنا لما نتعامل طبعا الناس تفهم ان الطاقه ما لها علاقه بالفكر، الفكر وايد مرتبط في الطاقه. فاحنا اليوم لما انت يكون عندك فكر صحيح اتجاه المال، انت عندك مشاعر حب، ما تكرهين الاغنياء، ما تكرهين. انا قبل كان عندي فكره ان كل غني غسيل اموال او مخدرات. اي دائما هذه القناعه اللي كانت قبل يعني هذه عندي. القناعه ترى هي اللي قاعده تاخر فكره ان انا ما اتقبل المال لان عندي فكره انت إن عندك المال مشاعر داخل ان المال ياتي بطريقه سيئه. ولكن لما اقول لا، المال ممكن ياتي بعمل وجهد وصبر ويعني تنبؤ او إن اصرار او فكره ممكن تتحقق في المستقبل واسعى لها، راح نحققها يعني بمال بشرف 100%. زائد ان انا الاكتشاف اللي خلاني اذهلني في موضوع الثراء، وترى بدايته ان انا كنت انا ما عندي فلوس، ف
فانا كنت ابحث ما كنت انا بسوي بتسلف منها سؤالك الاول بتسلف منها بعد البرنامج. انا كان قناعتي قبل اني انا ما اقدر احقق ثراء، فلما سويت البحث هذا ترى سويته حق نفسي في البدايه، ما كان عندي نيه ترى انه يصير كتاب وينتشر، كانت فكرتي انه حقي. الشيء اللي صادفته معي ان اللاواعي يتاثر بالصور الذهنيه اللي احنا نحطها، لما تحطين انت شير مثلا، لما تحطين ورد، لما تحطين شيء، هذه كلها صور ذهنيه. ففي ناس تستخدمها بطريقه خطا. في شيء يسوي لك مثلا البنت اللي تلبس مثلا سوار على حيه، يعني الحيه شنو؟ احنا هل احنا نعتبر الحيه شيء جميل او شيء حلو؟ ممكن اسمتها احنا اي، بس شوف الاسمتها شنو يعني خير، احنا شنو بالرمز الخير عندنا. شوف الحيه شنو بالواقع، صح. لما انا الف حيه على ايدي اللاوعي يستوعبها الحيه شنو بالنسبه له؟ خطر، شيء مو زين، نعم شيء مو زين، وكلمات ايضا بالضبط. ففي طرق وايد من ضمنها التشيك هذا، انك تحطي لك رقم او تشيك او خلفيه حق تلفونك، ترى هذه من الاشياء اللي تغذي اللاوعي. نعم، تحط فيه الفكره. استاذه مريم، انا واماني واكيد المشاهدين عزمنا نقرا الكتاب وراح نشوف لوحه الاهداف. واستاذه مريم تقول إن تغيرت حياتها وحققت أموال كثيرة، وربي يزيدك من فضله آمين، وتستاهلين كل خير. وإحنا دائما نقول الإنسان الناجح دائما يحب الناس ينجحون معه، يعني هذه مشاعر راقية منك أستاذة مريم، يعطيك الصحة والعافية وتشرفت بمعرفتك. شكرا لك، تشرفني، شكرا. سمير، وحابة أقرأ الكتاب وهو مرفق أيضا بالسي دي اللي فيه التطبيق العملي أول أكيد. والتأملات والتأملات من خلال السي دي اللي هي مكتب لي مع الكتاب. شكرا على وقتك. شكرا لك. صديقتي العزيزه اليوم طلبت عبد الله رويشد قبل الهواء، اي صح، فانا حبيت اعطيها اغنيه اللي عبد الله رويشد من خلال هالبريك الصغير، وانا بهديها حق استاذه مريم والمشاهدين يستاهلون. انا بتبع قلبي كلمات والحان حسين المحضار.